الأناجيل الأربعة. كلمة إنجيل هي كلمة يونانية معناها البشرى أو البشارة المفرحة، والمقصود بها بشرى خلاص الإنسان من الموت من خلال مجيء المسيح وموته بدلاً من البشرية على الصليب وقيامته من الموت بنفسه. وهذا هدف كتابة الأناجيل الأربعة، تدوين سيرة حياة المسيح على الأرض، والإشارة للنبوات الموجودة عند اليهود قديماً والتي تحققت في حياته. فالأناجيل هي عبارة عن رسائل كتبها تلامذة المسيح الحواريون باللغة اليونانية إلى اليهود وإلى الرومان الوثنيين وإلى اليونانيين وإلى المسيحيين، كتبت بوحي من روح الله نفسه وحافظها من الخطأ. كاتب الأناجيل هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كتبوا في القرن الأول الميلادي. أولهم كتب حوالي سنة 66 إلى 70 والأخير سنة 90. كل واحد فيهم كتب عن سيد المسيح من زاوية مختلفة، وكأن هناك كاميرات أربعة تصور نفس الحدث من مواقع مختلفة.